مرسوم صادر اليوم، تم تعيين المهندس يحيى الحدامين وزير دولة مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. كلف رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بعد ظهر اليوم الوزير الأول السيد محمد سالم للبشير بتشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك خلال استقبال خصه به رئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي. وبعد اللقاء أدلى الوزير الأول بالتصريح التالي: بسم الله الرحمن الرحيم. كان لي الشرف اليوم أني استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الذي كلفني بتشكيل حكومة جديدة، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر فخامة رئيس الجمهورية على الثقة، وسأعمل إن شاء الله لتشكيل هذه الحكومة تمشيا مع تعليمات فخامة رئيس الجمهورية. أشكركم. وكان